يا كابتن عماد، يمكن اجي لحضرتك. طبعا يعني واضح جدا انه غياب التوفيق والاصابات مخلي اللعيبه عندها احساس ان هو في ايه. والله يا كابتن هيثم برضه احنا مش عاوزين نغفل ان هم في استرس غير طبيعي على اللعيبه. شايفين حتى لما كان بيكلم طارق الغنام بيتكلم ان يا جماعه معلش احنا في اخطاء واحنا سامحونا واحنا شغالين ونحن، فده ناتج ان في استرس غير طبيعي على اللعيبه. لكن انا احييهم صحيح. كل من اصغر لعيب الى اكبر العمل اللي عليهم النهارده والجهاز الفني كمان والله. وانا ما انا لسه جاي للكابتن اشرف واقول لاشرف هارد لك يا اشرف، انت عملت اللي عليك في ظل النقص الغير طبيعي اللي انت فيه ده. كل ماتش بتلعب ناقص، كل ماتش بتلعب ناقص. حتى النهارده هيبقى مين برضو ده برضو كارثه لما يتصاب النهارده، يعلم يرجع صباعه ده امتى تاني، هيلعب الماتش الجاي ولا مش هيلعب ولا صحيح. هنعمل اشعه ونطمن عليه واكيد هنطمن حضراتكم يا رب على ايهاب امين. يا رب.